عندنا محطة بنزين. فريق البرنامج جا باش يوجد ويحضر لهذا الفخ ويكون على أهبة الاستعداد، كل شيء يكون متقون ومرزون باش الضحايا ما يدخلوا محتى شك أن هذا المقلب محضر ليهم. بلاصة الوالدات كتقادي تسحب الشاورما. فتاح أحد المشاركين برنامج فكاهي مغربي، فنان متميز تيدخل الضحكة والفرحة لبيوت المغاربة. فكاهي بدرجة أولى، معروف بساطته في التعبير فوق الخشبة وسكيتشاته تضحك الكبير والصغير. فتاح كيستعد نبقاو معاه يشرح لينا المقلب ديالو. واش تما باقي هنا؟ ما عندكم ما يدار واقيلا. اليوم غادي نلعب دور ديال بومبيست. خويا واش عندك العقل؟ الا بيا الزيرو راه عندك في ضربك جوج كلمات انا نقولها لك. انت ما قلتش لك اصاحبي انت ما كتجهل. خفت شي واحد يوعدني ولا يحيد لي شي سنه ولا يحيد لي شي درسه، انا مزوق اسناني حاسبهم. فتاح الليسانس ولا المازوت فحال فحال عنده، ولكن عند الضحايا ديالنا هذيك هي المصيبه، تتكحل الدنيا قدامهم. اجي ونشوفوا ردة فعل ديالهم ونشوفوا فتاح واش غادي يسلك راسو ولا يجيبها في راسو. انا مصدق حيد عليك حدايا. لا لا صاحبي خليك. وانت بعدا اصلا قلت لي ليسان، قلت لي ليسان. سير بحالك اصاحبي. قلت لي ليسان. بغيت نسولكم واش نتوما مازوط ولا ليسانس ولا غاز؟ السلام عليكم. الله يبارك. قلت لي ليسانس ياك اختي؟ لا قلت لك مازوت. درت لك ليسانس. درت لك ليسانس. علاه انت ما كتحمق؟ قلت لي ليسانس؟ تعرفت؟ سمعت ليسانس، سمعت بحال قلت لي ليسانس. لا وانت عارف الطوموبيل هذه ديال ليسانس؟ انا ما انا واش انا كنفهم في الطوموبيلات؟ شنو؟ انا ما كنفهمش في الطوموبيلات. والله هاد الطربوش اللي دايروا هذا باش ما تفهمش الطوموبيلات. قولي ما كنتي تهضري في التليفون بغيتي تدير لي مازوت. لا 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 شوف الله يرضي عليك. لا كنتي كتهضري في التليفون. لا كنتي كتهضري في التليفون وقلتي لي انت لا ملي كنتي كتهضري لا ملي كنتي كتهضري في التليفون اه هو ملي كنتي كت اه هو ملي كنتي كتهضري في التليفون قلتي لي ليسانس وانت باغا اه كاتبين اخويا هنا كاتبين ليسانس هي ديالي لا ماشي ليسانس هذيك انت كنتي كتهضري انت غالطه بعدا انت فين اخويا الجيرو ديالك لا لا الله يرضى عليك انا لا انا مزوق فيك شو ما تقوليش لي دابا بيني وبينك شو انت انا يلاه خدمت ربع ايام شو عندي عاد الوليدات شنو عندك مع الوليدات اه تفلع على الناس خلي لي الطوموبيل تي باش تقول لي انا عاد راه اوتوماتيك لا ولكن نزيدو على نزيدو على المازوت تولي طير اشنو نزيدو على المازوت تولي طير نزيدو على المازوت لا ورا قلتي لي انت بعدا اصلا كنتي كدوي في التليفون مع ما كنتي كدوي في الاول وقلتي لي ديري لي ايسانس اجي خويا قلتي لي ديري لي ايسانس راه الجيرو الجيرو كاين الجيرو كاين هنا الجيرو راه كاين هو يجي اللي بيا الجيرو راه عندك في ضربك جوج كلمات انا نقولها لك لا سمح لي واش انا لا راكيش بالادب كيف تقول لي الادب تبقى فيا عندي ربعه الوليدات انا ربعه الوليدات انت اللي انت اللي والد ربعه الاولاد وما عارفش انك تجيري لي فاس من الغازوان بونجور لالا بونجور صافا بخير معاك الجيرون ديال لو ستاسيون الجيرون ديال لو ستاسيون دابا انت واحدتي ملي هضرتي في التليفون انت دخلتي لا شي خلاص السيده تهضر راه بعيد قال لي السيده قالت لي ريسانس واسمح لي خويا تشوف البو ديال واش كيصرا دابا قلتي ما جيتش تنرفز لي انايا دابا الله لا ما نرفزكش دابا انا اجي اجي سيدي تشوف ترضي عليك واش درتي عاوتاني شنو درتي واش درتي والو قلت لها ما قال لي ما درت شي حاجه هذه الزلايا مكتوبه قلت السخطه ياك لا يا زين قال لي لا دير ريسانس قال لي لا ريسانس انا 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 بغيت نزيد زعما سنين صعيبين وانت خدام هنا في هاد السطاسيون انت مبوق ولا اش داير؟ انا مبوق ماشي اش داير؟ ما داير والو ما داير حتى حاجه الحمد لله ما داير لا بيديا لا برجليا دابا ما داير لا بيديا لا برجليا دابا نزيدو على 100 درهم تولي طير الطوموبيل دراري قلنا لكم تولي تولي الطوموبيل لا سميت شوف هذا خاصو بكلبو يا عمر انا ما يمكنش نهضر مع السيد هذا كنحمق لا دابا انت دايره لي حماق ولا شنو واش حماق كيولي الدولاد ما تعايرينيش شنو لي حماق كيولي الدراري ما جاب له ولاد الدراري هذا اش راه كتقول لي حماق انا داكشي ديال المغاربه انا ولاد الدراري ما تولدت مسؤول شوف ما شوف ملي تولد الهضره انت ما تبقاش صاحبي ملي يكون اصلا انت صاحبي ما فهمتش انايا انت كتهضر مع الناس وكتمزك ما بغيتش حد انا راه فيا انا خصني نتمزك لا ولكن الشريفه خصني نتمزك انا ماشي اسهل حاجه بدل الموتور وهني انت احمق قال لك بدل الموتور بدل الموتور شحال الموتور شحال تيسوى باش بدل انا الموتور باش تبقى انت عندك ربعه الاولاد بقى لي على خاطر كتمزك ليا انا مريض بديك حبيبي برشلوني كنتسنط ليها بالليل غتسنط لا ما هوش خدام هنا اصلا وخدمني نسيبي نسيبك وحشتني عين نسيبك نخدم واحد احمق
ما نسيب يخدمني اه وليتي كتجيب لي المعيون بغيت نسد شويه اش حصلنا حبيبي برشلوني حبيبي برشلوني بيموت بيموت برشلونه حبيبي برشلوني انا مدريدي لكن اموت في عيونه شاركتي معي الكاميرا الخفيه وانا وانا مساء عزيز لك غير وين انا شاري المعز والله ما عندي ما نقول واخا تحمقوا بنادم شي شويه بس مشكل علاش قلتي لي ندير لك دابا؟ مازور درت كيسان درتي ليسانس؟ اه مازور كيسانس انت سمعت انا سمعت ليسانس قلتي لي واخا ليسانس في الاول واش انت مأكد؟ واخا قلت لك زيد العود خلي دابا هادشي خلي بلا ما تبقى تقرب لهادشي خلي خلي بحال هكا دابا راه غيجي داك الجيرو مع دابا غيجي غيبقى يغوت عليا والله يغوت طربي ما تغوتش عليا لا عيط ليها الجيرو دابا ليسانس زاد عليه مازوط تولي راه تولي تولي تحرير لداخل تولي فرفاره فرفاره طير ما توقفش ما توقف واش انت متاكد ولا ما متاكدش والله الا قدر راه درتك ليسانس راه انت دابا انت ملي دويتي في الاول قلتي لي واقيلا ليسانس بعدا ما مكتوب فيها والو باش نعرف انا هذا دابا الطوموبيل باش نعرف هذا راه ديفو فيه خارج فيه من الاول من لا ميزو هذا انت منين انت من خوت ما حسبش كان 100 درهم كاع ما بغيش انا كاين شي واحد مسؤول انا نهضر معاه حتى توقف عليا لا لا واخا واش انت مريض ولا لا راه ما انا وحقرتينا واقيلا ما انا بغيت تحقرني بهذا لا وصلنا كاع انا نحقر لا دابا انت قلت لك بشويه ما تغوش بديتي كتغوت هذاك الشيء فهمتي عاوتاني سمعتي كيغوت على مسؤول مسؤول حتى دابا غنعاود لك واحد القضيه بلاد الخبير كامل اشوف لي انا شي سوليسيون لهاد الكاريجه اللي درتي لي سوليسيون بدل الموتور ولا شنو شنو واش راه خاص فيدي بدلك حتى شي بدل الموتور قلت لي مازوط دير ليسونس مكتوبه غازوال ها هي ديال هو قال هو هو قال لي دير ليسونس هو ما انا ما سمعتوش مزيان هو قال لي دير ليسونس هو قال لي تاش دير دوك فورنيك واش غتسمع به؟ انا ما كنتش كنصني راه صاحبي وانت هنا في ستاسيون وانت خدام واش يلاه خدمتي معاهم ولا شنو؟ اربع ايام دابا اربع ايام؟ اربع ايام بادي بادي طولتي بزاف اربع ايام يا شيخ انا راسي عامر فهمتي؟ ما فيا ما نبقى نضيع معاك الحجره وضيع اشكي عليا دابا قول لي داك الشيء اللي عندك انا ماشي مشكل اشكي لك انا السيما الحر حتى سير عيط لي على شي واحد اصاحبي قال لك هو قال لي دير ليسانس هو قال لي دير ليسانس ومازال كيجي واش انت عندك العقل هذا الطوموبيل ديال المانيا راه شنو المانيا ديال ليبيا ديال ديال ولد القذافي انت صايب لي الطوموبيل ديالو واش جبت الطوموبيل قلت خويا 200 درهم مازوط ماشي دير لي 200 درهم ليسانس قول لي عندك 200 درهم وغادي نمشي غتولي فرفاره انا بغيت نبقى بحالكم ما تولي فرفاره صافي الشيء اللي بغيتي توصل ليه هو قال لك ديال ليبيا طوموبيل انا بيني وبينك ديال ليبيا ديال ليبيا راه كيصدق في ليسانس ديال ليبيا انطق 100 درهم وتمشي انطق 100 درهم وتمشي انطق انا 4000 وسير يلا السلام عليكم انا 4000 نيت كيدير السيدي بخير بس عليك هاني عليك السيدي انا جاي من الطريق وقفت في هذا الستاسيون كذب خليه بعدا اصلا انت جيتي من هاد الطريق من هنا منين من هنا جيتي من عند هنايا ودرتي المهم جيت جيتي من هنا ودرتي وخرجتي هنا وهوت المهم جيت انا جيت وهوتي انت من السماء دخلنا بلا ما سير فحال سير فحال خليني ندوي انا وسير فحال الطوموبيلات غالطين في هاد السيري اصلا كانوا يخرجوا ليسانس والله غلط الالمان في الطوموبيل دابا كانوا غيخرجوا ليسانس انت ما عارفش ليسانس من المازوط ومغلط عباد الله هذيك خاصها تكون هنا هذيك خاصها تكون هنا هادي خاصك تكون انا هادي اصلا هادي اللي داروها هنا الالمان خاصو يديروها هنا علاش هي جات تما علاش جيتي هنا انت كاع سنين وانت خدام هنا ما تعلمتي والو سنين انا قال لي 4 ايام راه بيني وبينك هذا راه نسيبي يا حسن نسيبك ما مجوج بيه بختو انا مخدم دابا انا سجلت هنا هذا طير حط روح دابا وانا شطيح اخويا روح ما نش درتك انت كتقول لي سانس وطيح روح انت مسطي ولا انت راه ما قلتش لك اصاحبي انت ما غاتجي انا ما قلتش لك عادي خاصها تكون هنا وانت بالك تكون هنا حيت كون كانت هنا غنعرف انا لي سانس من لا. من لا. اه اصلا لي سانس من ديازال
دابا هذا باغي يضارب بوحدو، باغي يضارب، باغي يضارب، وانت بعدا اصلا قلتي لي ريسان، قلتي لي ريسان، سير في حالك اصاحبي، قلتي لي ريسان، قلتي لي نبدا ندير معاك هذيك التصرفات الخايبه ديال الوالد، قلتي لي ريسان وكتقول لي انا كبير بيا انا الله يرحم الوالد، تقسمنا بالهضره وتقول لي واحد وعاد اجي، اما ما موسخ ما والو اجي والله منو انت انا والله ما نوسخك، لا لا عاود سخي صافي الله يرحم لك الوالد، انا والله ما نوسخك، لا الله يرحم لك الوالدين، هذا غنو يدير معاه شي حاجه عطيت سيدا كونتاكت والله يا خويا، لا لا والله الا جيروم ما بايناش عليا ولا شنو، هذا ردك انسيبي يا صاحبي، راه ردك جروم ماشي جيروم، غادي يمشي دابا يقول لها اختو روينه كتقول لي راه هو المصيبه، راه كيغطي عليا انا نقول لاختي، انا نقول لاختي راه جري عليه من الدار، لا ما فهمتش شي حاجه، لا فهمتش شي حاجه، ولا قرقبه في الدار ولا طلع مع الدروس، سير ديك الهضره كولا صاحبي، انا كنحاول نحاول والله تنحرش عليك بالله العلي العظيم، سير سير جيب لي اختك فاهم معاك سير، لا حمي اجي اجي والله الله يرضى عليك، انا الباترون يشوف خوته وسير خوته هاك السوارت، انا السوارت هاك سير سير شي حاجه اخرى، الله يجازيك ما عنده العقلات، تعصبتي شاركتي معنا بكاميرا خبيه، دخلناك بلا ما تعطيني الساروت، عطيني الساروت والله من السوارت عيرتيني، الساروت عيرني بيلا ما عرفتيني واش بيلا صافي وطلق السيرو عصبتي راك شاركتي معنا في الكاميرا انا مفتاح وشاركتي معنا واقيلا حاليتي مالك كيفينك بيد في الفاتحه الغريب في الامر هو ديك المره اللي بغات تسلخني كنستغرب ان مرا بغات تضربني ما فهمتش وانا في الاول قلت لهم ويلي الكاميوات والرموكات وداك الشيء ما دوزهمش ليا لان عندو يدو كبيره لا ضربك ربع ايام تتفكر في سميتك حبيبي برشلوني بيموت برشلونه